يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة أم أسأل سوى أممي؟ إن تقدم ذو تقوى بصالحة قدمت بين يديه عبرة الندم. لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. جميل أن تسخر طاقات الإبداع الشعري لخدمة العترة الطاهرة. أما الآن نبقى مع شاعر مميز عرفته منصات المساجد والمآتم مادحا لنبينا محمد وآله، وعرفته المواكب الحسينية راثيا لنبينا وأئمتنا الأطهار. إنه الشاعر الأستاذ كريم رضي. لك المايك ولنا الاستماع ولكم الاستقبال بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وزعيم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشكر لهذا المأتم الكريم العامر بحب أهل البيت دعوتهم الكريمة، وأهنئ بهذه المناسبة العطرة للمؤمنين والمؤمنات والعلماء الأعلام، كما أهنئ جميع عشاق الحق والحرية في العالم بمناسبة ولادة هذا القائد العظيم صلى الله عليه وآله. كل حب مهما يطول سينفد، كل حب مهما يطول سينفد، لأب كان أو لأمك والجد أو لابن أو ابنة سوف يفنى، وسيبقى الحب الوحيد المخلد هو حب لو شرحوك لفاح العطر من طيبه على العالم امتد. هو حب لو قطعوك لتهجره لصار الهوى أشد وأزيد. حب طه وآل طه ونعم الحب يا من عشقت آل محمد. أمن فنون كلام حرت في الخطب، أم الكتابة جفت منك بالتعب؟ وربما تعب الغواص إن كثرت له اللآلي، وأوهي صانع الذهب قد كنت كالنهر سيالا، فما وقف اللسان عن كلم والكف عن كتب. ما أن تشير لها تأتي القوافي في كل البحور، مجيء الفلك بالخشب إذا الطويل انتهى. من شوية أنا كنت أتناقش يا أستاذ أبو محمود في البحور، يعني بهالمناسبة يعني إذا الطويل انتهى قام البسيط وفي انتظاره الكامل الجاري بمقتضب، وكلها من بحور الشعر. إذا الطويل انتهى قام البسيط وفي انتظاره الكامل الجاري
بمقتضب لديك من نادرات في البديع حلا إذا تجلينا شع الماء بالحبب ماذا أصابك حتى لم تقل سطرا في مصطفى من خيار الخلق منتجبي صمت لكن حكى عني القصيد وما أقوى بمن مدحته أشرف الكتب صمت لديك ما أن تشير لها تأتي القوافي في كل البحور مجيء الفلك بالخشب إذا الطويل انتهى قام البسيط وفي انتظاره الكامل الجاري بمقتضب لديك من نادرات في البديع حلا إذا تجلينا شع الماء بالحبب ماذا أصابك حتى لم تقل سطرا في مصطفى من خيار الخلق منتجبي صمت لكن حكى عني القصيد وما أقوى بمن مدحته أشرف الكتب ما زانه ملبس ما شانه مجلس زكى به مغرس من سالف النجب دع الطيالس للحكام تلبسها وزخرف القول في الأعراق والنسب ومهرجان ذوي التنجيم ما وصفوا به الكواكب من صدق ومن كذب واكتب مدائح قلت فيه لو كثرت هذا اليتيم الذي ينمى إلى العرب هذا الفقير الذي عنوان ثروته مكارم الخلق قبل الجاه والحسب واكتب مدائح قلت فيه أو كثرت هذا اليتيم قلت فيه لو كثرت هذا اليتيم الذي جاءت الذي ينمى إلى العرب هذا الفقير الذي عنوان ثروته مكارم الخلق قبل الجاه والحسب محمد في السماء وأحمد في الثرى وفاق كل رسول قبله ونبي أرق من نسم أشم من شمم يفيض من كرم بالغيث منسكب إذا بدا خجلت منه الشموس وإن أعطى يدا خجلت منه يد السحب كانت ولادته من يتمه حدثا صلت له كائنات الأرض بالعجب صل على محمد إذا بدا خجلت منه الشموس وإن أعطى يدا خجلت منه يد السحب كانت ولادته من يتمه حدثا صلت له كائنات الأرض بالعجب قد كان ينقل في الأصلاب جوهرة مكنونة حفظت من كل مكتسب حتى إذا انخلقت في رحم آمنة تفتحت زهرة الرحمن في الحجب جاء الربيع به وهو الربيع على قوم طواهم شتاء القهر والغلب قد جاء لا قبله كانت وبعده لا رأى الملا درة في سائر الحقب مبرأ أبدا من كل عائبة ولا شريك له في الحسن والأدب كأنما هو خلق وفق رغبته سبحان من صبه من طينه اللزب غارت بحيرة ساوى منه وانخمدت نيران كسرى وخرت هامة النصب هلا تأملت في معناه خاتمة العذاب يا عالم الأسقام والوصب تمضي إلى أين يا سلطان عالمنا المسموم بالجور والظلم والقهر والفتك تمضي إلى أين يا سلطان عالمنا المسموم بالجور
لا تنفك من هربي، هنا الحقيقة مهما شئت تطمسها. محمد منقذ الدنيا من النصب، من عدله انسجام الاقتصاد، ومن نظامه مرتقى التسييس في الرتب، صنع السلام وتعميم الوئام، وإطفاء الضرام وكظم الغيظ والغضب. إن شئت تسأل عن أصواتنا هي إن شئت تسأل عن أصواتنا هي لمن له انتخبنا وخرنا خير منتخب، ليشهد الله هذا من يمثلنا، وواجب الحب لبينا لخير نبي. سل الصناديق تلقى في بطاقتها علامة الفوز، من والاه لم يخب. صلوا على محمد وعلى محمد. نشكر الأستاذ كريم رضي على مشاركته المميزة، ونتمنى له كل التوفيق.